تتميز روسيا ذات الأغلبية المسيحية الشرقية بطقوس احتفالية فريدة من نوعها بعيد الفصح، وبتملي الأجواء بالمدن الفرح عند الكبار والصغار، ودائماً بيتجهزوا لهذا العيد. طبعاً لهيك نحن اليوم رح نروح سوا على روسيا لنتعرف أكثر عن تفاصيل احتفال عيد الفصح، وصار معنا مراسلنا بموسكو محمد الأصيل عبر سكايب. مساء الخير يا محمد. يسعد مساكم، أهلا وسهلا لك. أهلا وسهلا فيك محمد، يعطيك ألف عافية وشكراً لجهودك عم تقوم فيها بروسيا. خلينا نبلش لعيد الفصح، مكان كبير عند الروس، خبرنا أكثر كيف بيتحضروا وكيف بيستقبلوه وكيف بيحتفلوا فيه. تمام، أول شيء بدي اسمح لي عايد على أخواننا المسيحية في العالم أجمع وبسوريا بشكل خاص. طبعاً هذا العيد له أهمية كبيرة عند المسيحيين وخصوصاً الروس الأرثوذكس، لأنه تحتفل فيه هون الكنيسة الأرثوذكسية في روسيا. أيضا له أهمية كبيرة هذا العيد لأنه بيصادف مع بداية دخول فصل الربيع اللي هو فصل الخير والجمال والفرح والمحبة لدى الروس. صحيح. طيب يمكن محمد أكيد أي احتفال مهم أكيد بيسبقه تحضيرات عديدة، خبرنا كيف الروس بيحضروا حالهم لعيد الفصح؟ طبعا بالنسبه لعيد الفصح، هو قبل هذا العيد بيصادف انه هنالك صيام لمده 40 يوم يسمى الصوم الكبير. الغايه من هذا الصوم هو تجهيز المؤمن لحتى يكون له كمان طقوسه، هي الصلاه والتوبه من الذنوب والصدقه وممارسه اعمال الرحمه خلال هذه الفتره اللي هي 40 يوم، اضافه الى الامتناع او الانقطاع عن تناول بعض الاطعمه اللي هي مشتقات الاجبان والالبان، اضافه الى اللحوم. هنالك اوقات ايضا محدده للصيام في النهار. تمام، يعني نحن عم نحكي عن تعاليم الديانه المسيحيه ما بتختلف حول العالم، ان كان بروسيا ان كان بسوريا ان كان بكل مكان، ولكن خلينا نحكي عن المظاهر الاجتماعيه بروسيا، هي اللي بتختلف من بلد لبلد. شو بيعملوا بيوم عيد الفصح؟ قبل بكم يوم بيتحضروا؟ شو المأكولات المشروبات اللي بتكون موجودة؟ هلا خليني أبدأ أنا بالتحضير لليلة عيد الميلاد اللي هو ليلة السبت، ليلة عيد الفصح. تقام عيد الفصح عفوا، تقام احتفالية كبيرة في كنائس الأرثوذكسية، طبعا على امتداد روسيا وكنائس روسيا، يعني يقوم من خلالها الروس المسيحيين بتبادل التهاني. يعني هذا أهم شعار عندهم، أنه عبارة قام المسيح والرد حقا قام، هذه العبارة يعني تسمعها بكل مكان يعني وبكل حارة وبكل طريق، يعني يتبادلوها بشكل مباشر. من المظاهر الأخرى هي إضاءة الشموع في الكنائس، يعني بالنار المقدسة التي يعتبرها الروس هي المعجزة الرئيسية، حيث انبثقت هذه النار من القبر المقدس في كنيسة القيامة في القدس. يتم إرسال هذه جزء من هذه النار عبر طائرة خاصة إلى روسيا، وتوزع لكل الكنائس ولكل البيوت. تمام، توزع بكل الكنائس في المدن الروسية، أغلب المدن الروسية، حتى يتم في هذه الليلة، هي ليلة السبت، إشعال الشموع في هذه الكنائس. أيضا في موسكو على وجه الخصوص في كنيسة المسيح المخلص يكون هنالك قداسا إلهيا يترأسه بطرياك موسكو وسائر روسيا. أيضا يكون هناك حضور رسمي لرئيس روسيا فلاديمير بوتين، كان ليلة أمس حاضرا في هذا القداس، ولمسؤولين ونشطاء اجتماعيين وآلاف المسيحيين سواء الروس أو الأجانب يقومون بحمل الشموع وإضاءتها بالنار المقدسة. يعني محمد يعطيك العافية دائما على كل المعلومات والتغطيات اللي بتزودنا هيك بكل تفاصيلة، يعني أهلا وسهلا فيك معنا برمضان يجمعنا، وأكيد ننعايد عليك وهيك، يعني سلام كبير أكيد من وجهه لك ولكل حدا أكيد عم يشتغل من قلبه. شكرا كثير لك محمد. شكرا يا محمد، ورمضان كريم وكل عام وأنت بألف خير.